استنبقت حملاية مثال التحمل وعيش الألم مع المسيح، إنها الجميلة رفقة التي أحبت يسوع من كل قلبها فنذرت حياتها له. الام تي في تقدم رفقة من ضمن سلسلة لبنان المقدس يوم السبت 29 حزيران الذي يصادف يوم عيد ميلاد القديسة رفقة. جربنا نضوي على كل جوانب هالبطلة، بنت حملاية، بنت بلدنا، هالراهبة الملهمة اللي اختبرت الألم بكل حياتها، مش بس الألم الجسدي، ألم فقدان الأم. بهالعمل رح نشوف كل أوجه رفقة اللي منعرفها، رفقة المعلمة الرائدة، رفقة البطلة اللي حامت عن شعبها، رفقة صخرة الدير، رفقة والارتباط المباشر بالمسيح. وثائقي يعيد تجسيد وتمثيل أهم المراحل في حياة القديسة رفقة، إلى جانب شهادة حياة مع عائلة تنعمت بنعم القديسة فغيرت حياتها. قلنا تقريباً سنة منشتغل على الأبحاث وعلى التصوير وعلى التنفيذ، رح نشوف تراتيل موزعة بطريقة كتير حلوة مع جوقة سانتا ماريا بقيادة جميلته، في أداء رائع لرفقة. النعمة اللي اخترنا أنه نضوي عليها بهالوثائق مليانة فرح، مليانة حياة، مليانة حب، بتعاند ونين الطبيعة والعلم، لأنه الإيمان هالقد ثابت والرجاء هالقد. الوثائقي يعرض السبت على شاشة الام تي في الساعة 10:30 مساء، مونتاج وإخراج يوسف منافع، معد منتج منفذ إلي أحوش. التراتيل أحيتها جوقة سانتا ماريا بقيادة جميل توفيق، وتضم أكثر من 70 شخصا بين كورس وموسيقيين مع أداء منفرد لرفقة فارس.